بل اوكازيون مشاهدينا الكرام، مساء الخير، مرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينه الدار البيضاء. احنا مع هذه الام العازبه اللي مازال شابه، عندها جوج ديال الوليدات، الاب ديالهم مسمح فيهم، كانت ساكنه في الكاريان، للاسف خرجت استفاده، عطاو الناس كاملين، هي ما بغاوش يعطيوها، كتقول شي قيد سابق كانت ما مقدم ما عطاوهاش الاستفاده ديالها. اليوم كتعيش التشرد مع الوليدات ديالها، ما عندها فين تمشي، ما عندها فين تعيش، بغات حتى هي فين تستقر وتعوض ما ضاع من حياتها كشابه مغربيه كانت كتحلم يكون عندها بزاف ديال الحوايج في حياتها ودير مستقبلها. فاليوم كتعيش الفقر وكتعيش الحرمان، وبغات توجه نداء للمحسنين، الله يجازيكم بخير، الناس المسؤولين، انهم يوقفوا معها ويعاونوها تاخذ الاستفاده ديالها وتعيش حياتها مع ولادتها باللسان ديالها. اليوم غتعاود لينا. مرحبا بك اختي اولا. السلام عليكم اختي. اسم ديالك؟ زهيره الحرار. شي 27 عام من الدار البيضاء. اختي انا بنت الكاريان زياده وخلوق، كنكون في الكاريان، ولدت عندي وليد ديك الساعه في الكاريان عنده 6 سنين دابا. ولد جا واختي الاستفاده. انت مزوجه ولا؟ لا ما كنتش مزوجه اختي، انا طرا لي مشكل مع بواه وكانت تشد في الحبس، ومني خرج من الحبس اختي لا اله الا الله محمد رسول الله حملت بنتاني، وانا بنت الكاريان وبقيت في الكاريان ديك الساعه، عاود مشى وخلاني ما بقيتش شتو، دابا باقي ما شافش ولدو تاني، ما بقيتش عارفه عليه حتى اخبار اختي، وانا محصيه بنت الكاريان ومحصيه ديك الساعه والده وحامله بنتاني. محصيه باللي خاصني نستافد بنت الكاريان غناخد استفاده. اختي طلبوا مني مليون ونص باش نستافد، طلبوا مني القيد والمقدم طلبوا مني مليون ونص اللي بغيت نستافد. جاو من الطاليان عطاو مليون ونص، جاو من العربيه عطاو مليون ونص عطاهم، وانا اللي بنت الكاريان زياده وخلوق ومن حقي نستافد، حيت شي جيمه الام الاب ديالي تزوج خدا هو مرتو والاخت ديالي خدات، بقيت انا في التشرد اختي انا وجوج وليدات. شكون اللي كيصرف عليك؟ شكون اللي معاك؟ انا خدامه في الميناج اختي، خدامه في القهاوي، كنخدم في الميناج، 6000 ريال كيعطيوها لي السيمانه كنعطيها لبا، كنقسم لك بروح الرحمن ما كنشد منها ريال سوى 10 درهم اللي كيعطوني النهار السربايه هي اللي كناخذ، كنعطيها لبا، وكذلك بو ما بقاش باغيني، كيقول لي هزي ولادك وخرجي عليا الزنقه، بو كيقول لي هزي ولادك وخرجي للزنقه، فين غنمشي؟ ما عندي حتى حياه اختي. لا اله الا الله محمد رسول الله. كنمشي للعمل من 2014 وانا كنطلع ونهبط للجماعه، عندي شكايه اختي كتبت، ماشي انا غير كندوي، ها هي شكايه اللجنه للسيد رئيس اللجنه، دفعتها في 2014 قالوا لي غتستافدي، بقيت تابعه الشكايه ديالك، كنطلع ونهبط على الشكايه ديالي كل عام 6 سنين دابا باش كنطلع ونهبط على الشكايه ديالي، كيقولوا لي سيري باقي ما داروا والو. الملك عطانا حقنا، سيدنا الله ينصرو عطانا حقنا، الامهات العازبات خاصهم يستافدوا، هما الاولين وكلاوني في حقي، باعوا لي حقي، انا كنوجه رساله ما عنديش لمن غنوجه رساله، المسؤولين كلاونا، لا اله الا الله محمد رسول الله، انا كنوجه رساله لجلالة الملك، حنا راه عايشين في القاهره وعايشين في الحقره، امهات العازبات كندق على الجمعيات ما كيعاونونيش، كيقولوا لي احنا غادي نعاونوك حقوق الانسان، عطيتهم النمره، عطيتهم حقوقكم في ديال لاكارت، عطيتهم التصاور، حتى واحد ما عاوني، كيعاوني سوى الله سبحانه وتعالى هو اللي كيعاوني، ما كيعاوني حتى واحد. وبات الوليدات ما كيعطيكش ولا وليدات؟ ما بقيت شفتو اختي مني كنت حامله بثاني، قسما بالله ما بقيت شفتو، حطيت الدراري بسميتي، حاطه لهم الحرارتي بكنيتي، كنقري الاول في تحضيري، وثاني ها هو كنخليه مع با، با عيا ما بقاش باغي يشدني اختي، لا اله الا الله محمد رسول الله. ما عرفتش اختي شنو غادي ندير ومع من غنهضر وشكون انا باش نهضر، كنجي للعماله هنايا واحد قالت لي المسخه خرجي عليا المسخه، علاش؟ حيت قلت لها هاي الشكايه دافعها لسيد العامل، هاي دافعها للعامل شكايه. ما شحال التليفون ديالك زهره بعدا نكمل؟ 06-08-93-66 93-06-66 اكملي اختي. هاي اختي الشكايه كتبان للعميل، هاي الى السيد المحترم عامل عماله مقاطعه الحي محمدي عين السبع، قلت لها اختي ما كاشيتيش ليا في الشكايه، قالت لي ما يمكنش ما كاشيتش لك في الشكايه، ما يمكنش، قلت لها علاش؟ واش انا كذابه؟ وهي تقول لي سيري خرجي عليا المسخه، انا مسخه، راه الوقت اللي رجعتني مسخه، راه بلادنا اللي رجعتنا مسخين، راه الحكرة، لا لا إله إلا الله محمد رسول الله، راه تفرقعت لي المرارة أختي بالفقسة،
فرقعت لي المراره ولا اله الا الله، بقيت ام حسين عاوناتني مسكين ودارت لي العمليه. ودابا شناهو اختي فين غنمشي؟ لا اله الا الله واش نبات في الزنقه؟ انا بعد المرات كنبات في العبانه ديال عين السبع، ما لقيتش اللي يعاونني، ما لقيتش مع من نهضر. شكون انا باش غادي نهضر؟ لا هضرتي اختي راه غادي تمشي للحبس، لا هضرتي قلتي الباشا والقايد غادي تمشي للحبس، الباشا ديالنا والمقدم والزغلول. ما تقوليش الاسماء. ما غنقولش اختي الاسماء ديالهم، حسبي الله ونعم الوكيل فيهم، كلوني في حقي وباعوا لي حقي، وعندي الدليل اختي علاش كنهضر. فتحوا الدوسي ديالي، علاش يتسد الدوسي؟ علاش انا بنت الكريان ويتسد الدوسي ديالي وقالوا لي خرجي ما عندك حتى حق؟ علاش ما عنديش الحق في الاستفاده وانا بنت الكريان؟ وانا بزياده وخلوق بنت الكريان، علاش بنات الشعب كيضيعوا؟ علاش قربي الميكرو خرجي. خايفه على وليداتك؟ خايفه على ولادي اختي، خايفه من الخطايف، خايفه من التعدم، خايفه من بزاف تاع الحوايج. انا وليداتي هما عويناتي، ولا ولادي تشردوا، ولا جا واحد ويضربني انا طيحني وانا ما عنديش الصحه ودا لي ولادي، اشنو غادي دير؟ المستقبل ديالي هو غادي نتسطى، غادي نتسطى ولا غنقتل راسي؟ حيتاش ولادي هما عيني اختي. الله يرحم لكم الوالدين. الله يدير لي فال. شنو كتمناي اليوم من الناس المسؤولين المحسنين اللي كيشوفوا؟ انا كنتمنى من المسؤولين الله يرحم لكم الوالدين، وقفوا معايا بقى حقي، وقفوا معايا باش ناخذ حقي، راني ضايع انا ولادي. انا الا ضعت في حياتي وتيشمت من امي وخرجت للزنقه وانا صغيره، لا حياه لي باش قضيت هاد الوليدات. واحد ضحك عليا وولدت مع جوج ولاد وما اعترفتش بهم، تحملت المسؤوليه ديالي حيتاش انا غلطت، غلطت وهاد الولاد حاطاهم بسميتي وهزه ولادي. كنطالب من المسؤولين يشوفوا فينا. الله يرحم لكم الوالدين، الله يرحم لكم الوالدين. راه 27 عام وانتم كتشوفوا حالتي، لا اله الا الله. واش هادي دريه عندها 27 عام؟ راه لا حياه لي، ما بقاتش عندي الحياه. حياتي الوحيده اللي بغيتها هي لولادي. بغيت ولادي فين غيسكنوا غدا ولا بعد غدا؟ راه ما غيعقل عليهم لا با لا خوتي لا عائله لا حتى شي واحد. اللي كندق عليه كيسد عليا الباب بوجهي، رجال خوتي ما باغينيش، كيقولوا لي شي ولاد من الزنقه، وانا ولادي ماشي ولاد الزنقه، انا ولادي عندهم باهم وما اعترفش بهم. انا باغا حقي اختي، بغيت كان حقي، راه ما كنطالب حتى شي حاجه. راه حشومة عليكم هادشي اللي كديروا فينا. واش بغيتوني نخرج للطريق باش نعيش ولادي؟ راه كورونا جات دابا، راه ما لاقيتش باش حتى باش نشري لولادي الحوايج، ما لاقيتش من ناكل انا. راه عايشه في الضياع اختي، راه كل نهار با كيهددني غنجري عليك للزنقه، كل نهار. وكنخرج وكنجي بات في العمل وكنبات في الزناقي ومضرق انا ولادي. راه لا اله الا الله محمد رسول الله. لا اله الا الله محمد رسول الله. اذا المشاهدين الرقم ديال الظاهره هو 06-08-93-066، عاود الرقم 06-08-93-066. نتمنى انكم تتصلوا بها، الله يجازيكم بخير وتعاونوها على انها تاخذ الحق ديالها، تستافد بحالها بحال اي مواطنه كانت عايشه في ديور الصفيح عندها جوج الوليدات. الله سبحانه وتعالى كيغفر وكيرحم، خطات اياه لكن اعترفت بالخطا ديالها وهي كتربي وليداتها. نتمنى من الله عز وجل انه يسخر قلوب رحيمه اللي توقف معها وتكون معها ان شاء الله. اتصلوا بها عبر رقم التليفون ديالها 06-08-93-066. شكرا لكم مشاهدينا على المتابعه، نتلاقاو ان شاء الله.